جات لي كومة سكر. حبيبتي طب ليه ما رنتيش عليا؟ ما لحقتش، رحت في غيبوبة وما دريتش إلا وهو بيفوقني. هو مين؟ عمر المدني اللي بتهدده بالفيديو اللي معاك. وهو إيه اللي جابه هنا من ورا إيه؟ كان جاي يوسطني عندك عشان ما تبلغش عنه. كده؟ طب والله لا بلغ عنه البوليس. ثابت، حقك تفرح إن دخل البيت وشافني وأنا في الحالة دي، وإلا كان زمانك دلوقتي ماشي بجنازتي. بعد الشر عليك يا حبيبتي. عمر كان ممكن يستغل الفرصة ويدور على الفيديو اللي صورته له. ما أنا في غيبوبة ومش حاسة بيه. أو كان ممكن يسيبني ويهرب. لكن بالعكس طلع شهم وجدع وفضل كل شوية يحلل لغاية ما اطمن عليا. كان كل همه إنه ينقذ حياتي.